السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. والنهاردة الفيديو بتاعنا كالعادة فكرة مجنونة ولازم نعملها. هذا هو مضرب البيضي المألوف. في ناس مش عارفاه وفي ناس عارفاه، ده مضرب سوستة. المفروض ان هو مضرب بيض، يعني ده المتعارف عليه، بس انا بما اننا بنحب نجربه اي حاجة في اي حاجة، فاحنا ما نجربوش ليه في النسكافيه؟ ما نجربوش ليه ونعمله نسكافيه ورغوة كده والناس حاجات حلوة كده، بما اننا بنحب النسكافيه وانا عن نفسي بحب النسكافيه جدا. فانا قررت النهارده، وبص انا ان الاهم من النسكافيه عندي الرغوه، معلش دونت تاتش مي، الرغوه اللي فوق دي بصراحه يعني حاجه كده فوق الخيال. انا ممكن ارمي النسكافيه واخد الرغوه. هو انا اهم حاجه في النسكافيه بتاعي لازم يكون رغوه، ومش رغوه حبه صغيرين، رغوه وفيره وفيره يعني كده. بقى نعيش بقى اللحظه بقى. والله عينك هتتطرف يا جدعان. ما علينا، اول مره تشوفوني انزلوا بسرعه واشتركوا معانا في القناه، ويا ريت كمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك، ويلا بينا على مطبخ بيتنا. واحد يروح في اي حته، يلا بينا. في الاول بقى انا كده جيت اجربه على كوبايه عندي، بصراحه مش داخل. نكبر شويه الكوبايه لعل لو عسى يدخل فيها. انا جبت مجه اهو، مفيش فايده برده، يعني هو مش واصل، لان هو زي ما قلت لكم ده مضرب بيض اساسا. بس احنا طبعا هنستعملوه كمضرب نسكافيه ومش هيهمنا حاجه، يعني مفيش حاجه توقفنا. ده مج تالت اهو، كبير شويه ومفيش برده. هو خلاص هو قال لك انا مضرب بيض، يعني مضرب بيض بس على مين؟ والله ما تمشي معانا. مفيش برده، مش واصل طبعا، ويا دوبك بيخش لنصه ومش راضي يخش. ادي التلات كوبايات وتلات احجام، مفيش فايده. بس انا بقى يعني انا هضرب النسكافيه، انا هضرب النسكافيه النهارده. جبت كده بتاعه، جبت بتاع اسمها ايه دي، بتاع نحط فيها الشرب، بولة بولة بولة. افضي فيها حبة النسكافيه بتوعي اهم. انا جايبة بقى باكت كده صغير على قدي، تمام، وشوية مية وسكري. انا بحبوش مسكر قوي، فمعلقتين ونص حلوة قوي يعني، ده كده سكر ياما. شويه ميه بقى كده حلوين، ايوه بس كده. هنجرب بقى لو احتاجنا ميه نحط له. وادي المضرب بتاعنا السوسته، بيبقى طبعا عامل كده. طبعا هنا طبعا هيخش بقى، لان هو اساسا معمول للحاجات الواسعه زي ما قلت لكم ان هو للبيض اساسا. المهم وانتوا بتتفرجوا كده لو لسه ما عملتوش اللايك يلا بسرعه. شايفاكوا 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 شايفاكوا. انا حاسه ان عايز ميه، هزوده شويه ميه كده، تمام. فيلا بقى، واديله ادي اديله ادي اديله ادي اديله ادي. تضرب جامد 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 جامد، والله سريع على فكره. هو بالضغط ولا حجاره ولا حاجه يعني، فبتدوسوا عليه كده هو بيبتدي يلف لوحده مره على مره كده. بصوا انا عايزه الرغيف دي تطلع كده، تطلع تبقى وحش. اقعد اضرب فيه حبه كتير كده لحد ما اوصل زي ما قلت لكم الفوم اللي انا عاوزاه والرغوه اللي انا عاوزاها، عايزاها تبقى كبيره. بصوا كده بقى عامل ازاي، يعني كل ما بتضربه على فكره بيديكوا نتيجه احسن يعني، بس هو ما خدش وقت يعني، هو ساعتها كده تضربه يديكوا نتيجه احسن. بصوا حتى اللون بيختلف، اللون كل ما بضرب اكتر اللون بيختلف معايا وبيفتحها اكتر، تحس ان هو عمل فوم بالزياده. بص عامل ازاي، عامل شبه الكريم شانتيه ما شاء الله. والله كلها كده، والله ولا احط عليها لبن ولا اي حاجه، هي كده حلوه قوي. نفض، مش هسيب فيه لحظه، نفضه بقى بالظبط كده وارجعه لكم تاني. انا كده خلصت اهو، افضيه بقى في المج. والله ممكن اشرب في البوله دي عادي، ما عنديش مشاكل. انزل بص بص عامل ازاي، ما شاء الله، والله رغاوي رغاوي يعني. يعني بص هتشربوا وش نسكافيه بقى مية مية مظبطين. نزل كل اللي في الطبق ده كله كله، مسيبوش اي حاجة يعني تنتوفة كده. ويعمل لنا بقى، مش راضي يخش في مجات، احنا هننزله في المج على طول. حلو جدا، حط له بقى شوية اللبن. انا من عادتي بحب اشرب النسكافيه باللبن صوفي، عادة يعني. في ناس بتحب بالمية، انا بحب اشربه كده لان هو كلاسيك اساسا.
بص بقى ما شاء الله، بص بص الرجل والله 3 اشكال اكنها 3 الوان. بص اكني قاعده في كافيه ولا لا، وسبحانك يا رب عامل رسمه من فوق كاني ايه. المهم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا معانا، واستنوني في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.